انا وحده وانت وحده باش نشوف شكون اللي يجيبها مزيانه. شوف 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 الريو ريو مزيان. لا عطيني النوبة ديالي. ما هذه خليها هذه نردوها هذه نردوها بحال على ما تقيف على ما تقيف ولا بمنا سد الورقة سد الورقة ياك يلا دير هاد المستطيل هاهو هاد المستطيل دير ها ها خذ الملون الأحمر ملون. لا بالأحمر بالأحمر متلونش هنايا ما يمكنش. لا تخرج على الإطار. ماذا تفعل؟ لا تخرج على الإطار. مزهرة 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 بارك صح بارك صح. لون لون خرش على الإطار ما تدخلش المستطيل اتنسيون. أنا اللون أنا شوي ممنوع المرور في هذا الاتجاه. توظيف الدوائر الأشكال الهندسية الدائرة نطبق وأتدرب. أرسم أربعة دوائر مختلفة الأحجام ثم أحولها إلى أشياء أعرفها. إوا صوبو هذا ردوه تبصيلاهو صحن. هذا ديرو صحن هذا هذا ديرو الصحن. انت كلهم درتيهم دراجات كلهم درتيهم عجلات. مزيان برافو برافو. ما قلت لك والو رايك الله يحفظك كنتبعك.
شاركوك في العمل. انا الدائرة درتها شوية ماشي مزياناش. يلا لونت وهنا كذلك انا جبتها شوية تكون دائرة دائرة حسن جدا. هيا لون هذا الجزء حسن جدا. انت شفت هنا يا شاش، شوف انظر انظر، عجلة العربة، عجلة الدراجة العادية، عجلة الدراجة النارية الموتور، وكاين العجلة ديال السيارة إلى آخره. دونك الدوائر كنلقاهم باغتو، كنلقاهم بزاف، كنلقاهم في بزاف د الأشياء كنلقاو فيهم الدوائر. وإلى اللقاء.